اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من كاب هيد. قبل ان نبدا الحلقه اتمنى تنسوا الاشتراك بالقناه ودعمي باللايكات، وهسه خليكم وياي متابعه. طبعا عندنا اليوم زعيم مميز واخر زعيم باللعبه ذا ديفل، هسه خليكم وياي بالمتابعه. طبعا راح نختار الخيار نو ونبدا القتال وياه. هسه راكم استراتيجيه الاسلحه حتى تهزمون بها هذا الزعيم الديفل. توقفون بهذا المكان وتستخدمون هذا السلاح اللي انا قاعد استخدمه هنا. سوى لها بيري من توقف بسرعه، باعوا دمجون هذولا. هذا السلاح ضروري لازم تستخدمون هذا السلاح الحلقات، باعوا تدمجوه لان حتى يدمج هذولا الشياطين الصغار اللي يروحون منا يمنا ويسرى يطلعوا لكم، او بس تقمزون تتفادوهم. هاي راس تحركوا يمنا ويسرى، شتتوها الراس باعوا حتى لا هي تقدر تدمجكم، تروحون يمنا ويسرى منها. موضوع سهل مو صعب بصراحة. هواي سمعت انه هذا الزعيم الديفل قالوا عنه صعب، وناس وشافته كل الصعب واصعب زعيم باللعبة. بصراحة انا ما واجهت اي صعوبة ويا هذا الزعيم، شفته سهل وقتلته ويا كم محاولة قليلة. هاي الحركة من يسويها شوية تأخروا بالقفزة او سووا دبل جامب او سووا جامب وراها داش، هاي الحركة نتفاداها. صراحة الزعيم باعوا بسرعة هنا، سهل مو صعب. هاي من يسوي هذا الشيء نزل جوا. هذا الفيز شوية راد لتركيز بس مو صعب، باعوا نستخدم هاي القدرة مالتنا مع القلب حتى يصير عندنا قلب اضافي حماية. انتبهوا شوية بس يراد لهذا شوية تركيز للفيز، باعوا هاي بس تطلع بسرعة سويها بيري، هم تحصلون كارت مع القدرات الخارقة وبنفس الوقت تخلصون منها متنفجر تسبب لكم دمج، فانتبهوا منها. وظلوا قفزوا بين المنصات باعوا حتى لا تجيكم هاي الحلقات الزرقاء. والفيس بس شوية ركزوا شوية الفيس، بس الفيس عندكم شوية مزعج حركته، لا تتأقلمون ويا حركة الفيس باعوا. والحلقات هم شويه حركتها سريعه لا تنتبهون منها. ندمج بسرعه، هاي بس تجي نسوي لها بيري بسرعه حتى نخلص منها وناخذها من الكارت القدره الخارقه، لان يعني بس تنفجر تدمجكم مشكله. هسه راح ندخل بالفيز اللي وراه باعوا. هذا الفيز صراحه اسهل من اللي قبله وكله سهل وشغلته فكرته كلش بسيطه، بس ضروري تستخدمون هذا السلاح حتى شنو تخلصون الفيزات بسرعه، لان هذا دمج مالته قوي السلاح باعوا. ندمجه، هاي طبعا يقولون تسوي لها لونها بينك تسوي لها بيري والبقيه تتفادوها. صراحه سهله مو صعبه، ما واجهنا صعوبة بيها. باعوا استخدم مع القلب تمام. هسه الفيز الاخير كلش قصير وكلش سهل، كل حس سواء تاخروا من هالحلقة وظلوا دمجوا هاي خلصنا الزعيم. هذا الزعيم الدبل قضينا عليه بكل سهولة. باعوا قضينا على الزعيم بدقيقتين واربع ثواني، نتائجنا كلش ممتازة على الزعيم باعوا. هسه نحصل تقييم اي، حصلنا تقييم كلش عالي وقتال الزعيم الديفل بكل سهوله. لهنا وصلنا نهايه مغامرتنا من اللعبه الرئيسيه من كاب هيد. هنا حيرونا التفاصيل اللي حتصير بالقصه ورا ما هزمنا ذا ديفل. ورا ما هنا القصه الرئيسيه من كاب هيد راح ندخل عالم الاضافه ونختم الزعماء الموجودين بالعالم. لهنا وصلنا نهايه حلقتنا، اتمنى تكونوا استمتعتوا وانتظروني بالحلقه الجايه حتى نختم انا وياكم اضافه كاب هيد.